بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخواني أخواتي، إن شاء الله تما بخير وأحوالكم بخير. حبيت ندير فيديو ردي على قناة واحدة مصرية، يعني عندها قناة صراحة تنشر منشورات صراحة من جهة يعني ترد، يعني تدافع، من جهة تدافع عن المصريات كما تقول هي. لو ما من حقها تدافع عن المصريات، يعني إذا كانت مصرية تدافع عن المصريات، لكن طريقة الدفاع تاعها يعني فيها أمور يعني غير صائبة، فيها تعميم، يعني فيها تعميم. يعني لما تتكلم مثلا عن بنات شمال أفريقيا، يعني تتكلم بكثرة على بنات شمال أفريقيا أكثر مما تتكلم على المصري وتنتقد المصري. المهم حبيت نرد عليها في واحد الفيديو، نسمعوا واش تقول ثم نعلق. تابعوا إخواني أخواتي. لأول مرة يعني هرد على واحدة جزائرية، وخلينا الأول نشوف الفيديو اللي الأخت بتهين فيه حضارة مصر ونساء مصر على مرمى ومسمع من بعض الذكور الخانعين. يعني تعالوا نسمع الحاجة بتقول ايه. الجزائريين عندنا يقول لها في اربع جدران، اختار الجدار يعني الحيطه اللي تخبيت راسك فيها. بعدين قال لي في تاريخ الفراعنه زمان، لما جاء يعني لما حكموا عليهم كده، اول ناس هربت هم الرجاله والملوك. سابوا ايه؟ سابوا الستات والعبيد. دي اساطير. عشان لا دي حقيقه. قال لك وبعدين عشان الستات كان لازم يتجوزوا بالعبيد، كل صبح لازم تذكروا انه هو عبد. عايزه تقولي ان المصريين ابناء العبيد؟ لا قلت لك بيقولوا دي السبب. لغايه دلوقتي انا اصلا مره جزائريه، حاجه عجيبه، جزائريه قويه، بس احنا ما نقدرش نتكلم. انا اقدر اقول، عارف ان ما نقدرش نتكلم. كمان عندنا في موريتانيا ست موريتانيا حاجه خطيره، بس احنا عندنا ما تتكلمش. احنا كمان الست ما تتكلمش، ست من البيت للابا خلاص. لا احنا عندنا ست بتتكلم. الست بتدي بالجزمه. ايوه دي حاجه مش ماشيه. المهم إخواني إخواتي، نشوفوا واش تقول ثم نرد عليها. تابعوا. أنا شفت فيديو قديم لواحدة جزائرية بتشتم الست المصرية وسط مصريين، وتقريبا هي كانت قاعدة في باص أو كده ساعة كاس الأمم الأفريقية، وكانت ملهوفة قوي وهي بتتكلم مع مصريين وبتكلمهم بلهجتهم وتخلت عن لهجتها، يعني طبعا شيء مش غريب. يعني طبعا هي الجزائرية دي بتتكلم وبتقول إن المرأة المصرية مرأة قوية، والراجل المصري بيترعب قدامها، وإن الست الجزائرية ما تقدرش تعمل اللي الست المصرية بتعمله. طبعا الجزائرية فاهمة جدا تفكير الراجل المصري الذكوري، وبتسوق لنفسها ليه عن طريق ان هي تبين قد ايه ان هي مطيعة وذليلة للراجل، وان هي ما بتقولش لأ للراجل، وان الست المصرية هي المفترية اللي بتستقوى على الراجل. يعني الحقيقة مش مستغربة ان واحدة جزائرية تقول كده، لان انا شفت تقارير كتير بتقول ان المرأة الجزائرية هي اكتر مرأة عندها ميول مازوخية، يعني ان هي بتقبل ان الراجل يستقوى عليها، وبتبقى فخورة وبتبقى شايفة ان ده علامة من علامات الرجولة يعني. والتقرير ده موجود وناس كتير تقدر تدور عنه وهتلاقيه. يعني حتى انا شفت فيديو لواحدة جزائرية وطت على رجل جوزها وبسته قدام الناس كنوع من انواع الفخر يعني. المهم طبعا هي الجزائرية دي في الفيديو بتقول ان زمان الفراعنة هربوا وما بقاش الا الستات المصريات، فالمصريات اضطروا ان هم يتجوزوا من العبيد، وكل يوم جوزها يصحى الصبح تقوله يا عبد. يعني رغم ان في مصريين وهم قاعدين حاولوا يكذبوها،
باسلوب لطيف، وطبعا هو المفروض ان انت تقوم تديها على وشها بوكس، لان هي بتشتم بلدك وبتشتم عرضك وبتشتم شرفك وبتشتم امك يعني. فانا بحب اقول لكل جزائريه ماشيه في اي جروب بتقول الست المصريه قويه ومفتريه، للاسف ان مصر طلعت من اخطر المدن اللي ممكن المراه تعيش فيها، وان المراه المصريه بتتعرض لكل انواع العنف من تحرش واغتصاب وضرب ازواج وتعنيف وكل اللي انت تتصوريه، وده مش فخر احنا طبعا، ده مش فخر لينا يعني. وان طبعا ان في جزائريات كتير واخدين النزعه المازوخيه امام الراجل المصري فخر، احنا الراجل ننزل نبوس رجله، احنا الراجل بتاعنا نوطي نستناه على باب البيت، احنا الراجل المصري بنمسك له الشبشب على باب الحمام، كل ده تسويق، بس يعني طبعا تسويق من نوع اخر يعني. تسويق المغربيه تقول لك انا بطبخ وبنظف وست شاطره لا، التسويق بتاع الست الجزائريه انا بطيع جوزي، انا تحت رجله، انا ما بقولوش لا، انا مش متمرده، والكلام ده كله. طبعا الكلام ده مع الراجل الشرقي بس يعني، الله اعلم بقى الراجل الجزائري بيحصل فيه ايه يعني. فطبعا رغم ان انا ردي ده جه متاخر، فانا احب اقول لها يعني يا ريتك تكوني خدتي عريس بعد الفيديو ده، ويا ريتك تكوني روحتي بلدك كده ورفعتي راس اهلك هناك، والجزائريين استقبلوك استقبال كويس، وانا متاكده ان الراجل الجزائري هيديكي بالجزمه اول ما تروحي بلدك. واحب اقول لك ان في اختراع اسمه دايت، اسمه روجيم. المهم للرد على هذه المصريه يعني صاحبه القناه، اقول لها شيئا اخر. الكلام الذي تقوليه يعني هو الحق اريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. أولا وقبل كل شيء، هذه الأخت لما تكلمت على المصريات اللي يتزوجوا بالعبيد، يعني لما فرعون خرج بالجنود تاعه ومات هو وجنود تاعه، يعني الأسياد ماتوا في البحر وغرقوا، بقي العبيد والمصريات، يعني بقيت مصريات يعني، ولهذا مصريات تزوجوا عبيد وأصبحت يعني هي قوية يعني على الرجل المصري، لأنها يعني عندها قوة سيدة مصرية في السابق. هذا كلام ليس كلام تلك الأخت، هذا كلام تاريخي مؤرخين تكلموا فيه وبحثي فيه، ستجدي هذا الكلام في السير، كتب السير وغير ذلك. لكن الشيء اللي حبيت نوضحه هذه الأخت، أنا أرى بأن هذا الكلام يعني هذا يعني الكلام هذه أخت مصرية هو كلام حق أريد به باطل. يعني من جهة تقول هذا الكلام للطعن في جزائريات ومغربيات، يعني تتوجههم وتهضر يعني هي حسب رأيها تقول نفضحهم، ومن جهة أخرى تحرض المغاربة والجزائريين عليهم، وهذا احنا هذه الطريقة يعني لا تمشي علينا. احنا فاتحين قنوات تاعنا لأجل النصح، نوصلوا نصيحة لأخواتنا باش ما يتلعبوش بهم، باش ما يكونوش فريسة سهلة لهؤلاء أشباه الرجال المصريين. يعني كان حق عليك يا أختي، يا أخت مصرية، يا صاحبة القناة، كان حق عليك أن تتكلمي على المصري اللي راه يتلاعب بنات شمال أفريقيا واستغل يعني ظروفهم صعبة، يعني منهم لمتأخرات في الزواج أو منهم لتعاني من مشاكل عائلية، بدي يضحك عليها بالكلام المعسول ويقولها نبليلك ونعمل لك، وينصب عليها ويجيب المأذون مزور ويجيب محامي مزور ويضحك عليها وعلى أهلها، يعني باسم ماذا يعني؟ هذا يعبر على ماذا؟ يعبر على ماذا؟ يعبر على هذا الشخصية، هذا شبه رجل، أنا لا أعمم كما أنت تعممي تقول المرأة الجزائرية أو مغربية أو غير ذلك، أنا أقول بعض المصريين رجال ما شاء الله عليهم، ولكن كاين
مصريين هؤلاء الأنذال بعضهم اللي راهم يتلعبوا بنات شمال أفريقيا ويضحكوا عليهم، يضحكوا عليهم واستغلوا نقاط ضعفهم بكلامه المعسول. وأنت يعني حتى مصرية لم تسلم منه من تلك الألعاب. هناك كثير من المصريات وهناك إحصائيات كثيرة اللي تتكلم عن زواج عرفي وقع بين مصري ومصرية ويضحك عليها بالكلام المعسول والزواج والخرام وغير ذلك. يا أخت مصرية، كان عليك أن تتكلمي على مصري أكثر وما تتكلمي على بنات شمال إفريقيا. الأقل نساء في بعضهم بعض، هناك الغيرة وهناك أمور يعني تافهة بيناتهم لا نريد أن ندخل فيها، لكن كان عليك تتكلمي على مصري. تعلمين هذا المصري، هذا شبه رجل مصري في الخاص، لما يروح لبنات شمال إفريقيا ولم يأتي ويحكي لها ماذا يقول لها؟ وأنت تدافع عليه وتكلمي عليه وتدافع على رجل مصري، وأنا هذا الشيء اللي محيرني. يعني كثير من المصريات، المصري يشتم فيها، المصري يطعن فيها، المصري يعني يمسح بشرفها على الأرض. ورغم ذلك يعني ولما نفضحه ونتكلم فيه تدافع عليه المصرية. هذا الشيء اللي بحيرني في المصريات، وكأنهم ساذجات. يعني المصري صايبهم يعني وسيلة للدفاع عليه على نفسه، يعني ديرهم وسيلة للدفاع على نفسه يعني وللتغطية على عيوبه. وللأسف مصرية هي الضحية، هي الضحية، أنتم الضحايا، أنتم الضحايا. اسمحي لي أقول لك شيئا، في مواقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك وغير ذلك، يعني لما يأتي مصري إلى مغربية أو جزائرية ماذا يقول لها لما يطلبها للزواج؟ أنا عايز أتزوج لأني تزوجت مصرية ونكدية ومش نظيفة وما تعرف ترضي زوجها، ما تعرف تدلع زوجها، ويعني وكذا وكذا، وفي العشرة في المعاشرة الزوجية ما ترضينيش، يعني وهكذا يقول، وكذلك يشكي من الختان وغير ذلك، ويقول أنها يعني باردة وغير ذلك. يعني كلام قذر، كلام قذر. وكم من حالات أنا شفتهم بعيني، أنا مصريين تكلموا بهذا الأسلوب على المصريات. أنا هذا الشيء اللي خلاني مرات ودافع عن المصريات وأقول لماذا تقول على المصريات بهذه الطريقة؟ يعني ما عندكم دم، ما عندكم شرف، لماذا؟ لأجل الزواج، يعني لأجل الزواج وللضحك على البنات شمال إفريقيا. وتأتي مصرية وتقول أنت لماذا تسب في مصر؟ ولما أفضح هؤلاء الأشبه رجال تأتيني مصرية وتدافع عليه. لهذا أنا أقول صراحة مصرية كذلك يعني تتحمل مسؤولية أفعالها، يعني يجب تدافع عن نفسها، يجب تفضح هذا شبه الرجل المصري اللي راوي يعني يسيء للمرأة المصرية. أما الجانب الثاني لما تتكلمي وتعممي تقولي الجزائرية والسيدة الجزائرية، حاشاك، جزائريات فحلات، جزائريات أمهاتنا وأخواتنا، يعني إذا جاء يعني واحد أجنبي يتزوجها يعني يضحي بكثير باش يتزوجها. لكن هناك يعني جانب صغير، جانب لهذا الذي يأتي يتزوج المصريين، هناك من هم ضحايا، غالبهم ضحايا مصريين، ضحايا كلام المعسول. هناك من تعاني من مشاكل اجتماعية وظروفها صعبة، وهناك من يعني قليل اللي راك تتكلمي عليهم، قليل. لكن اسلوب المصري في تلاعب فتيات صراحه، اقولها صراحه، بارع في التلاعب. يعني حتى مصريه وتكون ضحيته، مصريه وتكون ضحيته، فما بالك يعني فما بالك ببنات شمال افريقيا يعني اللي يكونوا يعانوا من مشاكل. فمثلا في مصر هناك أنواع عديد من الزواج، زواج عرفي، زواج سياحي، زواج يعني بكل أنواع، زواج بكل أنواع، زواج التوكيل وزواج غير ذلك. يعني السوق أصبح الزواج كأنه في مصر كأنه يعني تجارة، وهذا غير موجود عندنا هنا.
في شمال افريقيا لا غير موجود. احنا عندنا زواج واضح بين، يا زواج قانونيا وزواج عرفي يقام بسر ولكنه ممنوع. ولكن يأتي المصري البارع في هذه الأمور وهو عايش في وسط فيه كثير من المتلاعبين بالزواج، يجدها بنت شمال إفريقيا ضحية سهلة، يعني فريسة سهلة يتلعب بها ويرميها يرميها صراحة. وهذا الشيء نتأسفه له. أما بخصوص هذه الصورة، هذه الصورة اللي أنتم يعني تعتبروها كرمز للمرأة الجزائرية، لا يا أختي، هذه الصورة يا أختي نعطيك فهمي معناها وبحثي فيها جيدا. هذه صورة للسيدة جزائرية كانت يتيمة الأبوين وعانت في حياتها منذ صغرها من ظلم أبوها وزوجة أبوها وغير ذلك على ما أظن، ولم تكن تتصور أنها تتزوج ويجيها رجل يعني ابن الحلال كما تقولوا أنتم، ويعني ويتزوجها، يعني رجل يتزوجها وهي يتيمة الأبوين، يعني بعفويتها يعني قبلت رجل زوجها لأنه وجدت فيه الحنان والرقة والعطف، وجدت فيه الرجولة يعني، وكان رجل عند كلمته. وهذا الشيء تقوم به أي امرأة، أي امرأة، حتى أنت إذا مريت بظروفها، يعني إذا مريت بظروفها وكنت يتيمة أبوين وفقدت الأمل في الحياة، ويأتيك رجل يعني ويتزوجك ويعني ويكون معاك الأسرة ويعني ويعاشك بالمعروف، لا تجدي حرج يعني تبوسي له رجليه في الكاميرا أمام في التلفزيونات، يعني في التلفزيون أمام الناس. لكن الناس تطيل لسانها، وهذه رمزية، هذه أصبحت مسيئة، يعني تسيء للأجندات تاع الفيمينيست والعلمانيين اللي يريدوا أن يجعلوا المرأة هي كرجل، تعيش كرجل، تتخلى عن أنوثتها، ما تربي الأولاد، ما تقوم برعاية الأسرة والأولاد وغير ذلك، يعني تكون عضو منافس للرجل وتعمل عوض أن يعني تخدم بيتها وزوجها وأبنائها، تصبح تخدم سيدها، عوض تعاشر زوجها تصبح تعاشر سيدها في العمل ويستغلها جنسيا وغير ذلك. فهمتوا أم لا؟ هما هكذا يحوسوا المرأة، ولهذا يستغلوا المشاكل الاجتماعية لكي يخرجوا المرأة من بيتها وأسرتها. هذه هي القصة، ولكن كثيرون يستعملوا هذه الصورة ويقولوا بأنها مهينة، ولكنها ليست مهينة، إنها صورة عفوية، يعني قامت بها مرأة بعفوية وبرضاها، وهي لا تعبر على رمز، بل هي هذا مدعاة للفخر. المرأة تفتخر بزوجها اللي عاشها بالمعروف، والمرأة الجزائرية هي مرأة فحلة ومعطاءة، يعني إذا أكرمتها وإذا يعني أحسنت معاشرتها فهي ديرك فوق راسها، ديرك فوق راسها، ويعني سواء جزائرية أو مصرية أو مهما كانت. لكن يا للأسف، وإذا أساء معاملتها هي تسيء معاملتها، يعني من المستحيل، يعني مستحيل الرجل يسيء معاملتها تسجد له هكذا أو تقبل رجله هكذا، لا مستحيل. يعني المرأة الجزائرية هي مرأة فحلة، وهي مرأة اللي يعني اللي تفتخر بأنها تتحمل وتقوم برعاية أبنائها وأسرتها، وليست يعني امرأة اللي وليست المرأة امرأة اللي يتلاعب بها. لكن يا للأسف الشريحة الهشة، الشريحة اللي تعاني من مشاكل، الضحايا لهذا المتلاعب المصري الذي يتلاعب بالفتيات وجعلهم وسيلة للتلاعب بهم. ولكن الحاجة اللي محيرتني في هذا الشبه الرجل، يعني لا يجد حاجة في أن يسيء لمصرية، يعني لأخته، لأمه، لبنته، لكي يضحك على الجزائرية أو مغربية باش يتزوجها، يعني لا يجد حرجا، يعني قادر يسيء في أنوثتها، يعني
احيانا يقولها نحن زوجاتنا يعني ما عندهمش الانوثه، ما يمتعوناش، نحوسوا على البنات شمال افريقيا عندهم الانوثه ويمتعونا. هكذا هكذا واحد مصري هكذا يقول، هكذا يقول. صراحه انا اريد اختي، يا اختي مصريه صاحبه القناه، ان لا تعممي، لا تقولي جزائريات او مغربيات، بل اذا اساءت يعني وحده لا تمثل الجنسيه كامله. وهذه المراه اللي تكلمت في الفيديو احنا جينا ضدها وردينا عليها. اولا وقبل كل شيء ما يحقش عليها يعني تروح في بلد يعني اجنبي وتكلم رجال بهذه الطريقه، واحنا هذه قلناها وردينا عليها. وكذلك المراه الجزائريه هي مراه قويه، ولولا يعني من دلائل قوتها هي انها اخرجت نساء حاربنا فرنسا، نساء حاربنا فرنسا، دوخنا فرنسا، والتاريخ يشهد على ذلك. وما زالت امرأة قوية، نساء فحلات. ولكن هناك في كل بلد كاين هناك الجيد والسيء، ونحن لا نحكم على البلد بالجانب السيء، نحن نحكم على البلد دائما بالجانب الإيجابي، لأنه هو الغالب على كل بلد. ولكن إذا أردنا نحن نسيء لبلد يعني بنية سيئة، نأخذ الجانب السيء ونعممه على الجميع، وهذا لا نريده. وأنا أستطيع أن أقول يعني عن المصريات، كثير من حالات مصريات أنا لقيتهم يعانين في الخليج، يعانين من ظلم أزواجهم سعوديين وكويتيين وغير ذلك يعني، ويضربوهم، يطلقوهم، يتزوجوا بهم زواج يعني متعة، يعني كلهم ضحايا، وأنا أعتبرهم كلهم ضحايا، هؤلاء أشباه الرجال. ولهذا يجب علينا أن ننتقد أشباه الرجال. وأما بخصوص فتاة، كل واحدة وظروف تاعها. قليل قليل اللي يعني تتزوج بواحد أجنبي وترمي نفسها للواحد أجنبي برضاها. كثيرات كلهن ضحايا، كثيرات استغلوا نقاط ضعفهم ويعانين من المشاكل. أما بخصوص هذا الزوج المصري وغير ذلك، يعني أنا أقولها شيئا، يعني بنات بلادنا يرجو وأنصح كل بنات العالم اللي تتزوج يجب عليها أن تتزوج يعني وهي عندها شرف وعند يعني وبقيمتها وبقدرها ومترخص روحها. وهذا الشيء اللي نحوص ونوصلوا ليه وننصح به الجميع الإخوة والأخوات. وأرجو من الأخت المصرية هذه تعدل في نشراتها ولا تعمم، لأن التعميم يعني يجعل هناك ردود فعل كذلك تعمم على المصريين. فمثلا هناك فيديوهات وهناك تقارير تتكلم عن الزواج السياحي، وكيف السعوديين كيف مصريين يبيعوا مصريات، فتيات مصريات للسعوديين، يتزوجوهم يوم أو يومين ويرموهم. يعني هناك زواج يعني عرفي، وهناك أنواع من الزوجات الزواج يعني يرموا مصريات ومصريات ضحاياهم. وأنا دائما أتكلم عن المصريات كضحية وتعاطف معهم. لهذا أرجو أن تنشر مواضيع يعني ما فيهاش إساءة وما فيهاش تعميم. هذا ما عندي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.